السلام عليكم. في الحلقة دي حنراجع فيلم Mother. فيلم Mother من تمثيل جينيفر لورنس. جينيفر لورنس اليوم أقدر أقول إنه هي واحدة من أفضل لو ما كانت أفضل ممثلة من الجيل الصاعد أو من الجيل الجديد على الساحة اليوم. غير جينيفر لورنس الفيلم ده فيه خافيير بيردام. خافيير ممتاز. خافيير ممثل مختلف على الممثلين الموجودين في الساحة في أمريكا لعدة أسباب. واحد هو من أصول لاتينية فعنده اللكنة هذه شوية الأسبانية. غير كده كمان وجهه والأداء اللي بيسويه دائما يديك شخصية المعنفة أو الشخصية اللي تعنف، الشخصية اللي شخصيتها قوية جدا كده. دائما طول فيه يجيك حالة توجس كده وريبة، إيش عنده الراجل ده. غير كده كمان اتفاجأت مع بداية الأحداث إنه الفيلم ده فيه له إد هاريس وميشيل فايفر، فمعناها الطاقم التمثيلي من الطراز الأول. معلومة إضافية، الفيلم من إخراج مخرج معروف إنه سايكو، معروف إنه يحب يتلاعب بنفسية المشاهد. عنده أفلام كتير من النوعية هذه زي فيلم بلاك سوان. المخرج ده هو دارن أرفونسكي. قصة الفيلم، تخيل معايا إنك تقعد في فيلم تقريبا ساعتين أو ساعتين وأكتر وتركز مركز مع كل شيء، ما جاك النوم أبدا، مركز ومشدود الانتباه حقك جدا، التمثيل عجبك، الأصوات عجبتك، الإضاءات عجبتك، تحريك الكاميرا عجبك، الزوايا حق التمثيل، كل شيء في الفيلم تمام، وتخرج منه وانت ما تعرفش القصة. ده اللي صار معايا بالضبط. What were you doing in their luggage? What do they want? في بداية الفيلم بيلون لنا شخصية جينيفر لورنس. جينيفر لورنس جاية هنا باسم مذر. مذر عايشة مع واحد، الواحد ده اسمه هيم أو هو. هيم عبارة عن كاتب، عبارة عن شاعر. أخذ مذر وعايشين مع بعض في قرية أو في مدينة أو في حتة كده معزولة عن العالم عشان هو حاب كده يركز ويجي الإلهام ويكتب. ومذر أو جينيفر لورنس بتساعد إنه تسوي له الجو العام ده كله عشان يركز ويقدر يكتب كتاب جديد. إلين ما في يوم يجيهم ضيف، الضيف هذا هو إد هاريس. أول ما يجي الضيف ويخش في حياتهم كل شيء ينخبص، كل حاجة تنعفس، ما تفهم إيش اللي صار، بس فجأة تلاقي كل شيء في الفيلم أتبهدل. Please come in. Hello. Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello. Hello. Did you know he had a wife? أنا شخصياً فهمت أكثر من حاجة، يعني في أشياء فهمتها وأنا وسط الفيلم، أو على الأقل أقنعت نفسي إني فاهمها وأنا وسط الفيلم. وبعد ما خرجت من الفيلم عملت بحث وشفت تفسيرات كثير ناس في الانترنت واقتنعت بتفسيرات معينة حأقولها نهاية الحلقة للي ما يبغى يعرفها ويبغى يشوف الفيلم قبل ما يعرف التفسيرات هذه. ففي نهاية الحلقة حأقولها، حتى بعد ما أدي التقييم حق الفيلم حأقول الشيء اللي فهمته، فما ححرق عليك الآن، لما أجي وقتها حأقول. فبغض النظر عن القصة الضائعة، بغض النظر إنه ما فهمت شيء في الأحداث كلها اللي بتصير، لكن ما أقدر أنكر أبداً إنه كتمثيل أنا استمتعت جدا. كان في جرعة تمثيلية أعطتني هي جينيفر لورنس بالذات كانت جدا جميلة. تعبيرات وجه الآدمية هذه صعب صعب ما تتأثر معاها، لما تفرح، لما تزعل، لما تبكي، لما تتضايق، بتلاقي نفسك معاها، عايش معاها كل حاجة حتى وإنت ما أنت فاهم القصة أساسا. الفيلم البوستر حقه يبين إنه رعب، لكن الفيلم أبدا ما هو رعب، ما في كده ولا أي حاجة، لكن مبني على السسبنس، مبني على انك تقعد مثار طول الوقت، قاعد على الحافة بتشوف ايش يصير، ايش ممكن ينتهي في الفيلم ده كله. حاب كمان اوضح انه في الفيلم ده في مناظر، في ايحاءات، في مناظر مقززة نوعا ما، مو الكل يقدر عليها. حاجة ثانية من ناحية سينمائية، التصوير في الفيلم كان في عدة اشياء، كان في عدة لقطات استخدموا اكثر من تكنيك في التصوير، لكن في تكنيك معين بياخدوه دائما مع جينيفر لورنس، وهي ماشية دائما الكاميرا جاية في ظهرها، فتقريبا انت كمشاهد حاسس انه انت جينيفر لورنس وهي بتتحرك، انت تتحرك معاها. كانت تخنق
كنت ماني قادر اتنفس، كل شويه اقول يا امي بعد ظهرك كده خلنا اشوف انت رايحه فين، لان تقريبا الشاشه نصها رايحه ظهر وباقي جزء بسيط انت شايفه، فكان يخنق. كنت قاعد مستني انه الشاشه كلها تبان، فالحته دي في التصوير كانت خنقانه جدا. انت كانت مهمه في بعض الاحيان بس زودوها شويه. الفيلم صعب 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 جدا، اقول لك روح شوفه. وفي نفس الوقت لا، ابغى الكل يشوف، ابغى الكل يتفرج ويش يتناقش معايا. الفيلم ده حلو للحوارات، من الأفلام القليلة جدا اللي يفتح باب نقاش مع أي أحد. عشان كده الفيلم سيء، بس روح شوفه. فأقدر أدي 5/10 تقييم سيء، بس شوفوه، محتاج أحد يجي يتكلم معايا في الفيلم. كلمة أخيرة قبل ما أحرق، هذه آخر شيء وبعدها حأحرق. أنا متأكد إنه حيطلع ناس ويطلعوا الفيلم ده السماء. انا متاكد انه في ناس حيقول لك هذا ارت، هذا الفن السينمائي اللي مو كل احد يفهمه. لا يا بابا، لا 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 ابدا، الفن هو للكل يفهم، الفن هو اللي ما يكون لنخبه او لناس معينه، الفن اللي كل عامه الناس تستمتع فيه. الفيلم ده ابدا مو كده. الفيلم ده يذكرني ليش اكره هوليوود بعض الاحيان، وليش اكره الجنان اللي عند بعض المخرجين. صح اباك تشوفه وابغى تتكلم معايا فيه بس كرهته. نرجع للتفسير، وهنا النقطة اللي فيها حرق. لو ما شفت الفيلم حاب تشوفه ترى صدقني ما حيفرق حتى، بس لو ما انت حاب احد يقول لك اي شيء تبغى تشوفه بنفسك لا تكمل معايا اللي حاقوله الان. التفسير حق الفيلم انه مذر هي الارض، وانه هم هو الرب. فالعلاقة بين مذر وبين الرب، بين الارض وبين الرب، انه الاثنين كانوا عايشين في وفاق الين ما جاهم الضيوف. الضيوف هي إد هاريس ادم ومرته ميشيل فايفر اللي هي حواء. الين ما جاءوا ودخلوا الارض دي، يعني باعوا فسادا فيها، صاروا يبهدلوها، وهم اللي هو الرب عاجبه ومذر متضايقه. بعدين يجوا اولاد ادم وحواء اللي هو قابيل وهابيل، يبدأ يتضاربوا ويزيد العنف في الأرض، يزيد العنف في البيت اللي هم جالسين فيه، وقابيل يقتل هابيل وهابيل يقتل قابيل، وتصير الجريمة اللي صارت واللي احنا عارفينها في التاريخ. وبعدين شوية شوية ناس كتير بدأت تدخل، ناس كتير صاروا موجودين في الأرض أو صاروا موجودين في البيت هذا واللي هم احنا واللي هم البشر. وقد ما يعملوا قد ما يكسروا قد ما يبهدلوا الرب يسامح، ومدر مو عاجبها الموضوع. إلين أسوأ شيء يصير في الفيلم وأكثر حاجة كانت مقززة، إنه لما المذر تولد وتجيب ولد، واللي هنا نوعا ما تفسير إنه هذا عيسى في الديانة حقتهم، يعني هذا النبي عيسى، وإنه عيسى لما جاء اللي في الأرض والبشر اللي موجودين فيه يقتلوه، مو بس يقتلوه، ينهشوا في لحمه. شيء مقزز، بس هذا الأرت أو الفن اللي بيوصله. فأنا ماني عارف إيش المقصد، يعني حتى لو التفسير هذا كان سليم طيب، وبعدين إيش الفايدة إنك تعمل لي القصة دي بالطريقة هذه؟ أنا ما عارف. فياريت تشوفوا الفيلم وتقولوا لي أنتوا واصلين معايا نفس العقلية اللي أنا واصلها ولا لا. أنا ماهر، موصل فيكم إن شاء الله الحلقة الجاية.